يكون بعون كل العاشقين، ويكون بعون كل العاشقين. هي الليلة، هي ليلة الكبار، ليلة الحماس، ليلة ولع الملعب. نحن في هذا المساء وفي هذا الصرح الكبير، خوف اسم الناظرين يبعث الحب الدفين. والله اوه يا معين، على مستوى دقائق المتعة يا ابو علي، على مستوى تفاصيل الاثارة، هنا الاصفر العنيد امام الاحمر العنيد في مباراة للقمة، في تحدي للكبار، من اجل الاحلى من العقد والباس، من اجل البطولة، من اجل ناصر من الجهة اليمنى، التمرير طالت على مداوي إلى الجهة اليمنى، انظر إلى العبور إلى النعمي، الله على الدفاعات والعوار في هذه الليلة الكروية والكرنفال الرياضي في
قرية الخلاوية، هذه القرية الحالمة التي تحتفي بحضوركم ليلة نحتفي فيها بكم، سواء كنتم من قرى الخلاوية أو من القرى المجاورة، نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم على تواجدكم في هذه البطولة. ونيابة عن جميع الفرق المشاركة والجماهير كلمة شكر وعرفان إلى الشخص الذي له الفضل بعد الله في إقامة هذه البطولة، فشكرا لرئيس مركز الخلاوية الأستاذ أسامة الحربي الذي منحني. الهدايا المقدمة من رئيس المركز هي هدية للشيخ عمار حمد بن راس. تابع الشيخ عمار. للأستاذ أحمد علي حسن عالجي. أيضا هدية مقدمة، هناك هدايا مقدمة لرئيس لجنة التنمية الأمنية في مصر الأستاذ طارق. اللاعب حسين حمد الحدري من فريق سمرة. الميدالية الذهبية لفريق البرشا. ارفع فوق